لما لم تهدأ الأوضاع في الحسيمة؟ لما هذه الاحتجاجات منتظمة منذ بضعة أشهر، منذ وفاة بائع سمك نهاية تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي داخل شاحنة نفايات؟ أبدأ معك أولا من رباط السيد مصطفى البحر الإعلامي والمحلل السياسي، لما الاحتقان على أشده؟ لما لم تهدأ الاحتجاجات هناك؟ أهلا. صحيح أن ما يقع بمدينة الحسيمة هو جزء من مفردات الأزمة التي تعرفها المنطقة لما يقارب 6 أشهر متفرقة عبر مراحل على خلفية مقتل الراحل محسن فكري. صحيح أن الشارع الحسيني بين مزدوجتين يعني حركت فيه هذه الجريمة عدة نوازع، منها ما هو موضوعي وإنساني، ومنها ما هو منطقي، ومنها ما هو سياسي محض. وبالتالي يفترض قراءة الأمور بشكل موضوعي لهذه الوقائع والزخم الذي أعطي لهذا الحراك، ما صنفته بعض المواقع الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام جيد، في خانة التمرد والعصيان وإلى ما شابه ذلك. فهمت فكرتك، واسمح لي أن أحيل الكلمة للسيد عبد الصمد عياش الصحفي عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق. لما لم تهدأ الأوضاع في الحسيمة منذ بضعة أشهر؟ وضيفي يشير إلى نقطة أيضا، لأنه لا يجب أن نبالغ فيما يحدث هناك، لأن ما يحدث ما ربما يحدث أيضا في بعض المناطق الأخرى، لا يجب التهويل. لا، يجب أن نبالغ أولا، لأن ما يحدث في المنطقة هو تهميش غير مسبوق، لأن أزمة الحسيمة وأزمة الريف هي أزمة تاريخ أولا، هي أزمة تهميش تاريخي منذ الاستقلال، يعني منذ سنوات الخمسينات. وهذه الأزمة طبعا تضاعفت بشكل كبير، ويعني تلتها العديد من التصريحات الرسمية، من السياسات العمومية، من تصريحات الملك كذلك محمد الحسن الثاني الذي وصف المنطقة، يعني وأصحاب المنطقة بالأوباش، وكذلك لأن المنطقة تعيش فقرا مدقعا. عندما اليوم لما هذه الاحتجاجات تتواصل منذ 6 أشهر؟ يعني لما لم تهدأ؟ لم تهدأ يا سيدي، لأن ما حدث لبائع السمك لا يمكن أن تستوعبه، يعني لا يمكن استوعب الضمير الانساني اولا، لان انسان يعني يتم طحنه في شاحنه ازبال، هذه مساله يعني غير طبيعيه. فبالتالي الشعور الجمعي بالمنطقه هو انتصار للكرامه والمطالبه بالكرامه، هذا اولا. ثانيا، هناك ما يعني يجعل هؤلاء السكان ينتفضون، هو أنه حجم البطالة، حجم التهميش، البنية التحتية غير موجودة، الفقر المدقع. بالتالي الساكنة جيد. تطالب بمطالب عادية، وستستمر طبعا ما دام لم يوجد هناك حل إلى حدود. نعم، السلمية والتسييس. أكيد أن الحراك الاجتماعي الذي تشهده مدينة الحسيمة يعني لا ينقسم إلى شقين، هناك الحراك المعروف بالشارع الحسيمي، هناك حراك ما يعرف بالحراك الفيسبوكي الذي دخلت على الخط من خلاله المواقع، بعض المواقع الاجتماعية، والتي حاولت بطريقة أو بأخرى، بطريقة مقصودة وأخرى غير مقصودة، إلى دحض اتجاه تضخيم هذا الحراك ومحاولة إعطائه بعد غير الذي نراه على الساحة وفي الواقع الاجتماعي، ومن ثم تم التقاط هذه الإشارات من طرف بعض الجهات معروفة، أعتقد والكل يعلم أنها معروفة خارج المغرب، بالضبط بإسبانيا وببلجيكا وبهولندا، حاولت يعني تهريب الحراك وإسقاطه في فخ ما يعرف به في العرف الدولي بالممارسة السياسية، وتوظيفها بشكل إلى بين قوسين منحط
لأن في حقيقة أن ما تشهده مدينة الحسيمة لا يرقى إلى مستوى الزخم الذي أعطي له إعلاميا. وقت السؤال، لأنه خلال تحضيري لهذا البرنامج استمعت لكثيرين يضعون هذا الحراك في الحسيمة في خانة التآمر الداخلي، في خانة التآمر الخارجي، في خانة التسييس أيضا، والبعض يعيب حتى على هذا الحراك أنه حراك غير سلمي. لهذا السبب أنا أطرح السؤال حتى أعرف. هذه الورقة أولا، هذه ورقة أن أجندات خارجية يعني تشتغل مع المتظاهرين، وأن التظاهرات تشتغل يعني لصالح يعني الجزائر، لصالح جهات خارجية. هذه لا ورقة لم تذكر الجزائر ولكن ذكرت إسبانيا، بلجيكا كما كان يقول ضيفي، خاصة أنه ثمة حتى اجتماع مقرر في 20 من أيار مايو مع إسبانيا في المغرب. لا، هذه الورقة تخرج دائما أن أي حراك في المغرب، سواء كان في وسط المغرب، في الرباط، في الدار البيضاء، في مناطق مهمشة، في الريف، يلصق به أنه يخدم أجندات خارجية. وهذه ورقة يعني دائما تخرج منذ تعودتم عليه. يعني هذه مسألة يعني هذا غير منطقي، لأن عندما نتحدث عن حراك اجتماعي له مطالب مشروعة، مطالب اجتماعية واقتصادية، بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء الجامعات، توظيف، يعني هذه مسائل لا تحتاج إلى قوى خارجية لكي تدفع بها. الناس يحسون بتهميش، بحجرة كما نقول. وبالتالي وأريد أن أجيب ضيفكم على أنه هذه مسألة التي تقال بأن عدم استقلالية حراك الريف هي مردود عليها، لأن الحراك بنفسه يقول بأنه إذا كانت عندكم أدلة أن هناك أجندات خارجية أو هناك تمويل خارجي، فليخرجوا الأدلة ونتحدث بعد عن 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 عن, عن, عن مصير الحراك. لكن يعني لردع أي حراك، الدولة المغربية تخرج هذه الورقة تقول بأن أجندات خارجية لأنه ثمت اتهامات حتى في مسألة مدى سلمية هذا الحراك. من يقوم بالعنف؟ أنا أدعو ضيفك وأدعو الدولة المغربية لمشاهدة العديد من الفيديوهات التي نشرت على قناة اليوتيوب، على مواقع التواصل الاجتماعي. القوات العمومية البلطجية التي سخرت من طرف النظام هي التي تكسر المنشآت العمومية، هي التي تكسر مرفقات يعني كاميرات المراقبة، هي التي تكسر المحلات. وهذا ما أظهرته فيديوهات، وهي موجودة ويمكن أن يطلع عليها أي كان، هي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. بالتالي هؤلاء الشباب منذ يعني طحن الشهيد محسن فكري وهم يؤسسون لجان لحماية الحراك ولحفظ سلمية الحراك. هؤلاء يعني سيد مصطفى البحر، الحراك سلمي كما قلته أنت وكما قاله ضيف، لكن يتحدث عن عمليات بلطجة وعن عمليات تشويه لهذا الحراك. يأتي ذلك في سياق تصريحات والي الحسيمة الذي ندد بما وصفه بالأخبار الزائفة التي تصدر عن قادة الاحتجاجات في الحسيمة، مضيفا ولعل هذا ما ربما سكب الزيت على النار، أنهم سيحاسبون أمام القضاء على دعواتهم للعنف، هذا العنف الذين الحوار تفاعلي. أرجو من الأخ عبد الصمد أن يكون الحوار تفاعلي، ونحن كما قلت مغاربة، ونحن مع نضال إخوان في الحسيمة، ونحن مع مطالبهم الاجتماعية. سيد مصطفى البحر، نحن مع مطالبهم الاجتماعية. أجبه بالحجة، هو يقول أنه ثمة عمليات بلطجة، وينفي أيضا أن يكون هذا الحراك مخترق من قبل جهات سواء كانت داخلية أو حتى أجنبية. يعني هذه يقول هذه استوانة قديمة. أجبه بالحجة لو سمحت. يا أخي، حين الأخ عبد الصمد يتكلم بهذه اللغة وكأنني أسمع شخصا يتكلم من الرقة أو من إدلب التي يحاصرها النظام السوري. يا أخي، إحنا في مدينة من حضيرة من حواضر المغرب، يحب جميع المغاربة ونحب أنت حقوقي ولست سياسي، ولكن حتى يكون الحوار ديمقراطيا يكمل السيد مصطفى البحر وفيه حقه وبعدين تأخذ الكلمة. تفضل السيد البحر. الأخ عبد الصمد، أنا لا أقاطعك، أنا لست في موقع الدفاع عن جهة معينة.
أنا صحفي وإعلامي أمارس المهنة لقرابة 24 سنة وأعرف حقيقة كل ما يروج داخل المغرب وخارج المغرب، وبالتالي نحن في غنى عن إعطاء بعض الدروس أو بعض تصنيفات أو خندقتنا في خندق معين. نحن نناقش بموضوعية حقيقة ما يجري. أكيد هناك معطيات حقيقية تؤكد بالملموس، هناك بعض الأشخاص المندسين داخل الحراك بمدينة حسيمة يشتغلون على أجندات أجنبية، وسيد والي مدينة الحسيمة أقر بذلك ويعرفون حتى الأسماء. هل البلطجية هم الذين حرقوا بعض التكنات القوات العمومية مؤخرا؟ هل البلطجية هم الذين يقومون بتكسير المحلات التجارية؟ هل البلطجية تم تسخيرهم من طرف النظام؟ هذا كلام مردود يا أخي. نحن في المغرب ونعرف حقيقة المغرب، وأنتم تصورون الأمور كأننا في 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 سوريا أو في العراق، مع كامل احترامنا لهذه الدول. جيد، يجيبك الحسيمة معروفة، يجيبك سيد البحر. ونحن قلنا بأننا مطالب الإخوان بالحسيمة مطالب مشروعة. والي الحسيمة يقول كل شيء افتراضي، وعند رؤية حسابات فيسبوك لهؤلاء الناس يمكن أن نعتقد أن المدينة تشتعل في حين لا شيء يحدث في الواقع. وضيفي سأطرح عليك أسئلة كثيرة. من الذي يحرق؟ هل فعلا النظام هو الذي سخر؟ إلى غيره من الأسئلة التي يستغرب حتى أن تلصق بمدينة مغربي. أجبه لو سمحت. أعتقد بأن الفيسبوك والتويتر والمواقع الاجتماعية الأخرى تنقل الحقيقة، يعني فيديوهات واضحة بأن المدينة فيها المئات والآلاف من المحتجين يقولون نريد الإنصاف، نريد رفع التهميش والعسكرة. هذه مسألة أولى. يعني لما يعني تنظر إلى مشاهد عسكرة المدينة تقول بأننا لن نقول بأننا في سوريا ولا في العراق ولا نحن في المغرب، لكن في منطقة معسكرة منذ 1958. لماذا العسكرة؟ لأن الريف معروف يعني بالتهميش ومعروف بهذا الإقصاء. مسألة أخرى أقول بأن هؤلاء الذين يقولون بأن نشطاء حراك الريف هم الذين يكسرون وهم الذين ويخربون ويحرقون مراكز الأمن إلى غيره، فلننظر كذلك إلى هذه الفيديوهات. ننظر مباشرة إلى أن هناك أشخاص مسخرة من طرف النظام السياسي، من طرف الأجهزة تشتغل معها. ثمة دليل على ذلك؟ هو يقول في الجانب المقابل ثمة أدلة على أدلة. أن أطراف خارجية متورطة. هناك أشخاص مع القوات العمومية، يعني لا يمكن أن يكون ناشط قرب القوات العمومية يكسر في فيديو في كاميرات مراقبة أو في محلات، يعني وبحماية السلطة. لذلك حتى إذا كان ناشطا فهل بحماية السلطة قربه يعني القوات العمومية؟ لماذا لم تردع؟ بالتالي فهؤلاء الأشخاص يشتغلون بشكل يعني مستمر مع الأجهزة لإضفاء لصيغة لاحتجاجات الريف صيغة أنها ليست سلمية أو أنها تريد شيئا آخر وأنها انفصالية، وأن هذه مسائل يعني استعملها النظام في أو استعملتها الأجهزة في حراك 2011 في 20 فبراير، واستعملتها في حراك سيدي إفني، واستعملتها في عدد من المناطق. فبالتالي هذا مردود عليه. يعني من يخرب؟ حتى أن نشطاء الحسيمة شكلوا لجان لحماية المنشآت العامة من هؤلاء البلطجية المسخرين. يعني الدولة تريد يقول لك لدينا دليل بأن هذا الحراك مخترق من الخارج في إطار نظرية المؤامرة أيضا. طبعا يخرجوا الدليل، يخرجوا الأدلة. يعني أشخاص معروفون يقول لدى أجهزة الأمن من هم على الميدان وربما يغذون هذا الحراك. أعتقد بأن الحراك شعبي يشارك فيه أي كان، يشارك فيه النساء، الرجال، الأطفال، الشباب، وبالتالي فلا بد أن يكون مخترقا، لا بد أن يكون فيه أشخاص تخدم السلطة وتكسر وإلى آخره. ولكن لا يمكن أن نقول عن الحراك بأنه يعني حراك غير سلمي. فمنذ وفاة محسن فكري لم تحسب على حراك الريف أي حرق أو أي جيد. لم يتبقى لدينا الوقت الكثير، ولا كلهم مرفوضون في الريف. هل يجب على ويتوجب على الملك أن يتدخل لحل هذا الإشكال الاجتماعي الكبير في المغرب اليوم من خلال ربما إطلاق حوار بدل التهديد بالزج في
داخل السجون إلى غيره مما قيل. تفضل سيد مصطفى البحر. أولا الأخ عبد الصمد لتصحيح الصورة، أن مصطلح عسكرات المدينة يجانب منطق الصواب ولا يستقيم مع الوضع الذي نعرفه بالمنطقة. فالعسكرة مصطلح العسكرة أعتقد أنه أكبر بكثير مما يمكن رؤيته على أرض واقع. أنا أقول لا طيب قبل أن يمر هناك إلياس العمري رئيس الجهة يطالب برفع العسكرة رغم أن بين مئات الأقواس سيد إلياس العمري، لكنه يطالب برفع العسكرة وهو رئيس الجهة. يجيبك تفضل سيد مصطفى البحر. تفضل يا أخي شوم، لا يمكن يا أخي أنا لا أقاطعك، اسمعني يا أخي سيد مصطفى. لا هذا من الأجهزة، هذا من رئيس الجهة منتخب بين قوسين، لكنه يطالب برفع العسكرة. سيد عبد الصمد عايش في ذلك وفيه حقه أيضا حيث الوقت، يعني أن الدولة يعني واحد. سيد عبد الصمد حتى وفيه حقه أرجوك. تفضل سيد مصطفى البحر. يا أخي أدبية الحوار تفضل يا أخي، حتى لا نخسر المحتوى. أنا لا أقاطعك يا أخي، لا أقاطعك. سيد مصطفى معليش تفضل. أخي أنا بحكم أنني صحفي ومراقب، لم نقرأ في أي صحيفة وأي منبر أو موقع اجتماعي تواصلي النظام يسخر البلطجية، أو النظام يسخر بعض المخترقين للتكسير أو حرق المتاجر، كما أننا لم نقل بأن الإخوان بالساحة ساحة الحراك الاجتماعي أنهم قاموا بحرق المحلات أو إضرام النار في بعض الجهات. بالعكس، نحن مع مطالب الإخوان بمدينة الحسيمة. هل نحن بحاجة إلى تدخل الملك من أجل حوار سيد مصطفى البحر؟ يا أخي للملك وضعه الدستوري والاعتباري، هناك حكومة وهناك مسؤولين محليين وهناك مسؤولون جهويين، وبالتالي الأمور لن تصل إلى هذا الحد. يقول أنه حراك عادي، ما ردك أنت على هذا الأمر؟ هل نحن بحاجة إلى حوار فعلي اليوم؟ إذا كان الأمر يتعلق بحراك عادي ولا يحتاج إلى تضخيم، لماذا يعني يهدد والي الجهة بمحاكمة قادة الحراك؟ لماذا كل هذا الصخب في المغرب، وكل هذه الأسئلة في البرلمان، وكل هذا يعني كل هذه الادعاءات عن حراك الريف؟ يعني لما تكون هذه الإجابات من النظام، يعني المسألة تتعلق بحراك اجتماعي. ربما يحاول صيانة دولة القانون أيضا، ألا يكون هناك انفلات، ألا يكون هناك فوضى؟ لا ليس هناك انفلات وليست هناك فوضى. شباب الريف منذ أعوام هم سلميين ويطالبون بشكل عادي، لكن أريد أن أذكر بأشياء هي التي يجب أن نتساءل عنها. يعني رقم حجم البطالة في المنطقة، خاصة في منطقة الحسيمة، يعني يصل إلى الأطراف كلها متفقة على أن ربما المنطقة تعاني من تهميش، ولكن سألتك سؤالي حتى نختم به، أهمية الحوار وربط قنوات التواصل اليوم ما بين ممثلي الحراك والحكومة. يعني اليعقوبي وللجهة بدل أن يرسل هؤلاء إلى القضاء، ما عليه إلا أن يجلس معهم ويتحاور معهم، نطالب بكذا ونطالب بكذا ونريد حلا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. فنطالب والحراك الريف يطالب كما غاربة يطالبون بحوار يعني ديمقراطي يلبي انتظارات السكان. هذا ما يغضب الناس. وقد تصل هذه الرسالة هذا المساء. أشكرك جزيل الشكر.